لازم بيكون اي فريق بطل لازم بيكون في حيازته لاعبين قادرين على صنع لحظات في وقت معين من الماتشات، خاصة في البطولات الإقصائية. لاعبين قادرين على صناعة حدث خاص وفريد من نوعه، لاعبين مش عايزين غير لقطة واحدة فقط يغيروا بها سير الماتش، يغيروا بها المشهد بالكامل. علي معلول صفحته كده اتختمت واتقفلت في الجزء الفني. الكرة في حيازته شيء ممتع ومميز جدا، بل هو شيء ممتع حقيقي. بيعرف يسلمك الكرة في القدم المناسبة في المساحة المناسبة في التوقيت المناسب، وده شيء معقد جدا في كرة القدم. بالمناسبة محتاج كم تركيز غير طبيعي. بعيدا عن قدرات معلول الفنية، لكن الراجل ده بيمتلك ذهن ذهبي جدا الحقيقة. الأهلي دايما معاه أفضلية في الملعب على الخصم طول معلوله في الملعب. من وجهة نظر الشخصية لدغة الأفعى إنجاز التعبير، ما تعرفش إمتى توقيت اللدغة دي، وارد ما تجيش بالمناسبة، لكن ده ما يلغيش وجودها بالفعل. لحظات كتيرة في أفريقيا صنعها علي معلول بنفسه للنادي الأهلي. أسست هدف منعم في الرجاء في ربع نهائي نسخة 2023، وأسست هدف منعم في الوداد في نهائي النسخة الماضية اللي كان سبب ان الأهلي يكون حامل اللقب، وأسست هدف منعم في الرجاء في ربع نهائي 22 في قلب المغرب. الهدفين اللي سجلهم في صن داونز 2020 وكانوا سبب في صعود الأهلي وقتها. أسست السلاية في نهائي القرن أمام الزمالك. أسست منعم النهاردة، وأسست وسام. علي معلول من كوكب آخر من وجهة نظر الشخصية. عموما نسخة السنة اللي فاتت معلول كان أكتر لاعب عمل أسستات في البطولة كلها برصيد 6 أسستات. المفاجأة بالنسبة لي إن النسخة دي كمان هو أكتر لاعب عمل أسستات في البطولة لحد دلوقتي. أكتر لاعب بشوفه قادر على صناعة الفارق مع الأهلي في أي وقت علي معلول. شابوه علي معلول.